بس في برضو كل العالم. برضو دكتورة العالم كله فيه عنف ضد المرأة. لا ده العالم كله أكتر مننا أكتر كمان من عشان يعني نتكلم بوضوح. إن كانت قضية الختان بيتقال إن احنا 80% بالنسبة يعني في مصر وفي السودان أعلى دولتين. بالنسبة للختان وبالنسبة للتعرض. السودان أعنف وأشد. نجد مثلا أن العنف ضد المرأة من شريك الحياة موجود اكيد في كل الدول. هنلاقي ان فرنسا 80% العنف ضد المراه من شريك الحياه. انا بستاذن حضرتك بس احنا يا جماعة يعني في العالم كله مش بس عندنا. طبعا انا بستاذن بس يا جماعه احنا ارقامنا على شاشه التليفون، ارقام التليفون على الشاشه، اللي حابب يتصل يتواصل معنا يسال اي سؤال احنا تحت امركم. طيب سر قبول المراه للعنف، هل مثلا عشان ما عندهاش مورد رزق، ما عندهاش مكان تاني تروحه، ليه الست بتقبل العنف؟ خلينا نقول ان يعني الظروف الاقتصاديه خلينا نقول انها اساس. يعني الظروف الاقتصاديه تقول لك انا هتحمل علشان ولادي، او هتحمل لانها ما بتشتغلش، او انها ما اتعلمتش. ده برضو الدور المجتمعي في اهميه التعليم، عدم تسرب الفتيات من التعليم، عدم تزويج الفتيات، وده يفعل في قانون ان هم ما يتجوزوش قبل 18 سنه، لكن معروف كويس قوي في مجتمعاتنا ومش في الارياف بس، في الارياف وفي بحري وفي قبلي وفي الصعيد، انها بتتجوز قبل 18 سنه وبتبقى جريمه. انا رايي لما يبقى المأذون او محامي مثلا عشان يكتب العقد وبيكتب قبل السن القانوني، وكمان هذا العقد ما بيدونش رسمي في السجلات الرسميه ولا بيوثق، وبعدين يقول لك ما احنا هنوثقه لما تتم 18 سنه. هذه الجريمه محتاجه متابعه من المجتمع، محتاجه عقوبه مغلظه، محتاجه عقوبه. واحنا يعني كل المنظمات لما بنتناقش، ولجان المراه في الاحزاب لما بنتناقش حوالين هذه القضيه، بنتكلم على تغليظ العقوبات، ويدخل فيها الاب مثلا اللي بيجوز بنته اللي هو زواج القاصرات، ويدخل بيها اي شريك زي المأذون، او زي لو في المحامين اللي برضه بيوثقوا هذه الزيجات.